بسم الله. النهاردة معانا مع ادنس جديدة موجودة جوه الريفت اسمها تكست 30 او ابديت فونت ستايل. ممكن يكون عندك الفونت الستايل مش هو ده اللي انت عايز تشتغل بيه، بس ان انت تعدله بياخد منك وقت كتير جدا، وكتير جدا منهم جوه فاميلي وفي السكادوال ياخد منك وقت كتير جدا. فمجرد بس ان انت تضغط على الاداة وتحدد انت عايز تعمل ايه وتختار الحاجة اللي انت عايزها. يعني انا مثلا هشغل اريل وقول له ابديت، بس كده خلاص. زي ما انت شايف عدل لك التكست كله في المشروع كله، دخل جوه الفاميلي وعدلها وعدل الاسكادولات وكل اللي انت عايزه عامله خلاص. دلوقتي بيقول لي ان هو خلاص خلص وعمل ابديت للفاميلي، بقول له كلوز خلاص هو كده ظبط. والفاميلي برضه هتلاقي التكست اللي فيها ظبط خلاص، ولو دخلت الاسكادولات هتلاقيها ظبطت خلاص. فزي ما انت شفت كله بيتظبط في ضغط زرار واحد، ودي فايدة البرمجة.